في بعض الأحيان ممكن أنه إحنا لما نستمع إلى الأطفال نقول له أنه أنت شنو حاب تكون لما تكبر؟ يقول أني أحب أكون دكتور، أني أريد أصير معلمة، أني أريد أصير طيار وغيرها من هذه الأمنيات، وهذا الطموح اللي يكون هو موجود عند الأطفال. لكن من بعد ما تمر السنين، لما إحنا هذول الأطفال نفسهم نسألهم من بعد ما قدروا أن يدخلون إلى هذا الحياة وهذا العالم الكبير، فبالتالي ونشوف الأغلبية ما قدروا أن هم يكونون على هذا القدر من الطموحات أو تحقيقها. فبالتالي أنه هذا الموضوع بالتأكيد راح يكون هو إلى عدة أسباب. من هذه الأسباب هو أولا دعم الأهل لأطفالهم أو لأبنائهم بتحقيق طموحاتهم وأهدافهم. اليوم تشجيع الأهل بتحقيق حلم معين لدى ابنهم أو بنتهم بأنه هو شنو راح يريد يصير لما يكبر، ويساندوهم حتى ممكن في بعض الأحيان لما يشعرون بهذا الإحباط أنهم ما يقدرون يوصلون إلى هدفهم. فبالتالي اليوم دعم الأهل ومساندتهم يلعب دور جدا كبير ببناء شخصية الأبناء، وبنفس الوقت ممكن مساعدتهم ليعطائهم القوة والدافع بأنهم يكونون بمواجهة الصعاب نحو تحقيق الأهداف. بنفس الوقت ممكن أن يكون الموضوع عكسي، يعني إحنا نشوف أكو كثير من الأشخاص اللي هم على سبيل المثال كانوا أن هم يطمحون ودائما يسعون ويحلمون أن يكونون هم مثلا فنانين، لكن بحكم العادات والتقاليد وبحكم المجتمع الشرقي تحديدا بالنسبة للبنات نشوف أن هم لما رادوا يدخلون مثلا كلية الفنون أو ممكن رادوا يصيرون هم ممثلات وغيرها من هذه الأمور، أو راد يصير فنان مثلا، كانوا الأهل ضد هذه الفكرة